شبوة اليوم ليست كشبوة الأمس، فالمحافظة شهدت خلال الثلاثة الأعوام الماضية عملية تنموية كبيرة كان لها أثر على حياة المواطنين. محافظ المحافظة محمد بن عدي، ومنذ توليه مقاليد حكم المحافظة أواخر 2018، أطلق عملية تنموية في شتى المجالات بتمويل من حصة المحافظة من عائدات النفط والدعم الرئاسي بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية. خلال الثلاثة الأعوام الماضية تم تنفيذ ما يقارب عن 500 مشروع في مختلف المجالات، حيث تم تنفيذ 172 في قطاع الطرق والجسور، و48 في قطاع الكهرباء العامة والطاقة، و31 في قطاع التعليم، و62 في قطاع المياه، و47 في قطاع الصحة العامة والسكان، و31 في قطاعي الدفاع والداخلية، و73 في ترميم وتأثيث وتأهيل المرافق العامة، و42 في مجالات عامة أخرى، علاوة على تنفيذ 6 مشاريع استراتيجية لعل أهمها منتجع قنا السياحي ومشروع الصرف الصحي لمدينة عتق وهيئة مستشفى شبوة العام وجامعة شبوة التي تعتبر نقلة نوعية في التعليم في المحافظة. وبحسب سكان شبوة فإن المحافظة شهدت خلال الثلاثة الأعوام الماضية من الإنجاز والتنمية ما لم تشهده خلال 28 السنة الماضية، كما أنها أصبحت ملاذا آمنا لكثير من أبناء المحافظات الأخرى نظرا لتمتعها بالأمن والاستقرار وحرية العيش الكريم دون تمييز والنهضة الاستثمارية الكبيرة التي شهدتها، ما جعلها قبلة لرؤوس الأموال المحلية والخارجية. على الرغم من ما تشهده البلاد من حالة حرب، إلا أن السلطة المحلية بقيادة المحافظ بن عديو تواصل شق الطريق نحو مستقبل أفضل ينعم به أبناء المحافظة، والمسير في بناء المحافظة وتنميتها بالعديد من المشاريع الخدمية التي تلامس حياة المواطنين وتخفف من معاناتهم. حسن البركي لقناة سهيل من محافظة شبوة.